الجانب الأدبي من حلقتنا لي اليوم مع الكاتب فهد القعود، مؤلف كتاب نقطتان تحت بعض والمجموعة القصصية ثلاث أزهار في فمي، وعضو رابطة الأدباء وعضو منتدى المبدعين. مساء الخير وحياك الله، ما شاء الله السي في حافل، يعطيك العافية. الله يعافيك، حياك مسي الله. عليك ومسي على المشاهدين ومسي أيضا على طاقم العمل خلف حياك الكاميرات، الله. وشكرا لكم على هالاستضافة الجميلة ونبي نتحكى باللي انتم تبونه ان شاء الله باذن الله. يعطيك العافيه والعفو، حياك الله، منورنا. ودائما راكم شباب، نستضيف كل شاب مبدع عنده سي في مثل سي فيك. الله يسلمك، شكرا. في البدايه كلمنا عن مجموعه قصصيه اللي انت الفتها، ثلاثة ازهار في فمي، اتوقع في مغزى من اسم اللي انت حاطه ومختاره، فكلمنا عن الاسم اكثر والقصص. ثلاثة ازهار في فمي، هو في مثل عربي معروف يقال ماء في فمي. ما في فمي بمعنى أن لدي ما أقوله، ولكن أخشى على نفسي، أخشى على كرامتي، أخشى على عرضي. فإحنا حورنا هذا المثل بعض الشيء وخليناه ثلاثة أزهار في فمي، هي فصول الكتاب. يعني هي هذه القصص ما نخشى أن نقوله، ما نخشى من ردة فعل المجتمع بالافتراض عليه، أو ردة فعل أهلنا، أو ما يقال، يعني والقيل والقال، فتغلبنا عليه ونشرنا هذا الكتاب تطبيقا للمثل المحور. نعم، خلينا نتكلم أكثر على هذه المجموعة، عن شنو قاعد تتكلم بالضبط، وشنو الأشياء اللي الواحد يخاف أنه يقولها للمجتمع ويخاف من ردة فعلهم؟ هي لأنها مجموعة قصصية فهي مجموعة أفكار، هي ليست رواية. فهي لأنها مجموعة قصصية هناك 21 قصة. نعم. 21 قصة تتناول قضايا لا يسلط عليها، يعني لا يسلط عليها الإعلام الضوء بشكل كافي. نعم. قضايا تتكلم، قضايا إنسانية، قضايا اجتماعية، بعض القضايا تتكلم، يعني مثل تتكلم بعض شخصية بطلها كان لقيط على سبيل المثال. نعم. أو شخصية أخرى تتكلم عن قسيس حاول أنه هو يساعد في المشاكل اللي يصير في الشرق الأوسط من حولنا. نعم. ويعني تنتهي حالته كما تنتهي حالته، ما راح نقول يعني شلون تنتهي القصة، ولكن كثير من يعني بعض القضايا الغريبة تتناول العادات والتقاليد الموجودة في المجتمع. طبعا طبعا، وهو طبعا الأدب بحد ذاته والقصص القصيرة بشكل خاص، يعني لا تعرض المسألة كعرض المقال، ولا تعرض ولا تنقد العادة أو التقليد كذي عين بعين، وإنما تأتي بأسلوب تمهيدي، بأسلوب غير مباشر، يعني أسلوب قريب كالصديق الذي يتحدث معك على انفراد. فهذه كانت النقد اللي أنا قاعد أحاول أني أنا أبينه، يكون من خلال الشخصيات والأحداث. ممتاز. ننتقل لأول رواية أنت ألفتها اللي هي نقطتين تحت بعض، كلمنا عنها وكلمنا عن اختيار اسم. أساميك دائما تختار أسامي مميزة وتشد الواحد أنه ممكن يروح على كتابك وأنه يشتري. نقطتان تحت بعض ليس برواية، نقطتان تحت بعض مجموعة نصوص أدبية. هذا الكتاب ألفته لما كنت في فترة الجامعة، أو يعني مو ألفته، هو مقالات كنت أكتب أنا في مجلة المجالس الكويتية حتى أغلقت. نعم. فهذه المقالات جمعتها أنا وأضفت عليها وعدلت ونشرتها في نقطتان تحت بعض. نقطتان تحت بعض لأن احنا يعني دائما مدرسين الإملاء أغلبهم من يعني أشقائنا المصريين، فدائما يقول لك وقت الإملاء نقطتين فوق بعض. فكنت أنا أتساءل دائما أنه تحت بعض أيضا تمشي، وكثير من القضايا التي نتناولها في المجتمع يختلف المنظور ولكننا نتفق في يعني مضمون الإطار العام يعني. فمن هذا جاء عنوان نقطتان تحت بعض. نعم، بس ما كلمتنا عن هذا الكتاب، شنو يحتوي عليه؟ الكتاب هو عبارة عن مجموعة من المقالات، ما يعني الكتاب متمرد بشدة، ثوري، يشبه عمري وقتها لما يعني كتبت هذا الكتاب. عشان شي أنا أفضل هذا الكتاب يكون لمن هم دون الـ18 يمكن، أو من دون الـ21، لأن كنت متمرد، ثوري، أنتقد كثيرا. كان يعني هذا الكتاب ينتقد ما يمر به أي شاب في هذا العمر ويقبل على الجامعة، ويعني يصبح يعني ما بين يعني النضج وما بين المراهقة، يعني هذه المرحلة الانتقالية أيضا تساؤلاتها، وأيضا فيها نوع من 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 التشجيع وبث الروح الإيجابية، إذا نستطيع يعني أن نستخدم هذا المصطلح بطريقة من يعني بطريقة الأقران. يعني إحنا دائما في هذا العمر قد لا نتقبل نفس الكلام من هو أكبر منا. صحيح. قد نتقبل من صديق وليس من أب، قد نتقبل من طالب زميل وليس من مدرس. فهذا كان الكتاب يعني. ممتاز. إذا رجع فيك فهد الزمن وراح ترد تكتب كتاب نقطتين تحت بعض أو ثلاثة أزهار في فمي، شو اللي راح تغير فيهم؟ ما راح أغير شيء، يعني مو ما راح أغير شيء، ممكن أعدل بعض الصياغة، بعض الجمل، أمور فنية يعني أدبية، ولكن
الكتاب المجمل ما يعني ما راح اغير شيء، نقطتان تحت بعض كان يمثل فهد في هذا العمر، وثلاث اسهار في فمي يمثل فهد. حتى الاسامي ما راح تفكر انك تغيرها؟ لا لا الا الاسامي ما راح اغيرها. الافكار اللي كانت موجوده في نقطتان تحت بعض ممكن هي تكون تغيرت مع تقدم العمر؟ ابدا يعني، ولكن يعني لربما هذا يعود لان انا طرحت فكر يعني ممكن يكون ناضج نوعا ما بالنسبة حق عمري، لأنه هو أصلا كانت مقال وكان يعني كنت أسأل كثيرا وأستفسر كثيرا وأبحث كثيرا، وكان عندي أصدقاء أكبر من عمري، فقد تكون يعني هي ناضجة نوعا ما لدرجة أنه يعني فلنقول أنه يعني ما تبدل منها الكثير يعني. بين أنت فترة الطفولة كانت عندك في وايد تساؤلات، يعني دائما ترى البعض منهم يعني في عمر لما يكون 3 سنين 4 سنين 5 سنين يسأل أبوه ليش كذي وليش كذي، فأكيد أنت كنت في هذه الفترة صح كثير لي تساؤلات. ودي أعرف شنو برجك؟ أنا العذراء. العذراء أوكي. عندك تعليق على البرج؟ لا. أوكي. شنو اللي لازم نراعيه ككاتب أنت أو أي كتاب عندنا بالكويت أو الوطن العربي بشكل عام؟ كل كاتب لما يصدر كتابه في أشياء لازم يراعيها قبل النشر، فشنو هالأمور هذه؟ اذا خلينا نتكلم، اذا بنتكلم في يعني في حدود يعني الخليج او خلينا نتكلم في حدود الكويت، يعني احنا يعني نمر في مرحله ان كل ما يكتب ينشر، كل ما يكتب صحيح. ينشر، فهذه مشكله كبيره، هذه مشكله كبيره. ما راح الوم فيها احد، ما بي يعني ازعل احد، ولكن تكاتب مفروض تلوم يعني يا الكتاب يا دور النشر يعني هي تقع على الكل عشان في رقابه في امور هي تقع كثيرة. لا ما شغل بالرقابه، هي تقع على دور النشر، تقع على الكاتب نفسه، وتقع ايضا على القارئ الذي يشجع صديق الكاتب الذي يعلم يقينا انه لا يستطيع ان يكتب يعني بهذا الجمال. فهذا ايضا يعني هذا اكثر واحد ملام، الصديق اللي ما يصدق صديقه ويقول اللي انت قاعد تكتبه مو بالمستوى، ويقول بالعكس روح بس انه من يقام انه بيشجع يبين انا ترى قاعد اشجعك وواقف معاك، مو قاعد يقول مثلا روايتك او كتابك او اصدارك بشكل عام في امور مثلا تكون فيها غلط. وايد فهد قاعد نشوفهم يمكن مو قاعد يفكرون انه ينشرون او يصدرون كتاب معين يتم لطول السنين يتم اسم الكاتب موجود مثل باولو الخميائي او نزار قباني، وايد من الكتاب عندنا الى يومك نقرا لهم وموجوده كتبهم اثبتوا تميزهم واختياراتهم لاصداراتهم، لكن الحين عندنا بعض الشباب بس يبي يصدر يبين انا اقدر اكتب، مو قاعد يراعي الامور اللي يبي ينشرها يفيد المجتمع بشكل صحيح طبعا. احنا يعني نبي نحاول ما نبي نكون يعني نفس نزار ولا نبي نكون نفس اللي يكتب روايه باسبوع ينشرها، نبي نكون في منطقه وسط، يعني في الفتره يعني ما كان في انترنت، كان الاطلاع محدود، الاطلاع في المكتبه في الكتب، الان الشباب يعني www يتبطل لك العالم كله صح، فسرعه المعلومه، فالشباب الحين على اطلاع اكبر، فممكن انه هو يقدر ينشر اسرع، فلا نريد بأسبوع ولا نريد بعشر سنوات عشان يصدر كتاب، نريد منطقة وسط. نعم أكيد من خلال كتاباتك الكثيرة كان في أشخاص ممكن هم يوجهون لك النقد، سواء كان النقد الأدبي في كتاباتك القصصية أو حتى التمرد اللي كان موجود في واحدة من كتبك، شنو أكثر نقد يالك طول هذه الفترة؟ في طبعا في نقد بناء ونقد محترم. نبي البناء اللي استفدت منه. البناء اللي استفدت منه، نحن يعني نعقد جلسة في رابطة الأدباء الكويتية كل اثنين. صحيح. جلسة منتدى المبدعين. جلسة منتدى المبدعين نقدم نص احنا كاتبينه درافت. ويتم تناوله إيجابا وسلبا من مجموعة من الأشخاص، من كتاب ومن باحثين في الأدب ومن دكاترة يعني كبار ولهم في يعني الأدب العربي الكثير. يتناول هذا النص لدرجة التشريح. فيعني كان هذا من اكبر الامور اللي يعني صقلتني، ويعني انا دائما اقول انه يعني الموهبه يعني 20%، العمل هو 80% اللي كمل الباقي، فهذا كله يصقل من الكاتب، والنقد اللي يعني نقد لي باكر يعني النقد كان وايد حتى على الحرف يعني، فهذا كله كان يبنيني طبعا. والنقد ايضا اللي مو بناء في مشكله، النقد اللي مو بناء ان انت تنتقد لانك شاب تكتب. صحيح. ماذا تكتب لا أعلم، لماذا تكتب لا أعلم، ولكن صحيح. أنت في هذا العمر كونك شاب هذا نقد بحد ذاته، وهذا اللي احنا في هذه مشكلة ثانية، يعني احنا نتحمل عواقب الآخرين. صحيح. فهذا يعني من النقد الغير بناء اللي يعني يلتفت له على حسب الشخص الذي يصدر منه.
صحيح، وهذه الامور اللي ممكن هي تضر الشباب او الكتاب المبدعين للامانه. صحيح. يعني مثل ما نقول احنا الشرع عم والخير يخص. ساعات في كتاب شباب يكتبون دون المستوى، فبالتالي ممكن انهم ياثرون حتى على نظره المجتمع ككل على الشاب الكاتب. احنا راح نكون مستمرين مع ضيفنا لكن بعد هذا البريك. رجعنا معاكم كملين حوارنا، ولكن ضيفنا ذكر من شوي انه الواحد الحين دش www يحصل اللي هو يبي. ولكن هل انت مع ان الكتاب ينشرون كتبهم في مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام ونقرا الكتاب الكترونيا، ولا لازم نشتري الكتاب ونقرا؟ على حسب، يعني كل كاتب شنو يحب وكل قارئ شنو يحب. يعني كثير من المواقع عندك، يعني من غير ذكر، تشجع على الاي بوك، على الكتب الالكترونيك. يعني في بعض يفضلها، في بعض الاخر لا يفضلها. انا احب الورق كقارئ وككاتب، انا افضل وايد افضل. احس تقدر تخطط تشوف المعلومات اللي تبيها اللي استفدتها من الروايه اكثر من الشاشه. في علاقه يعني بينك طبعاً. وبين الكتاب اللي موجود على الرف، يعني غير لما يكون فايل في جهاز، يعني يفرق. انا عندي صح موقف صار لك بالقصه، تكتب اسم الشخص اللي صار معك، يعني تستحضره كل ممكن تستحضره كل بين فتره وفتره. عندك انت في صدد اصدار جديد ومولود اخر بعنوان تقدس. لا تقدس. تقدس. نعم. راح نتكلم عن هذا الإصدار بشكل موسع أكثر، لكن خلونا نشوف فيديو خاص عن هذا الكتاب. شفنا من خلال هذا الفيديو السكتش الخاص بكتاب تقدس. كلمنا عن هذا الكتاب ومحتواه. طبعا الكتاب تقدس هذا أول مرة أتكلم عن هالكتاب، وأول مرة أعلن عن عنوانه، وهالسكتش يعني أنا مسويه حق القناة. يعني يعطيك العافية. إي والله، يعني والشكر موصول للأخت مريم السفياني، هي التي يعني ترسم الغلاف هذا وغلاف ثلاثة أزهار في فمي، وكان هذا أيضا مونتاجها. نعم. تقدس هذا وليد ألم، يعني تقدس هذا الكتاب يعني ما بعد الخلاص، يعني التمكن من الأدوات الفنية على حد التعبير، وأيضا موضوع يعني مواضيع خلاص يعني صارت أبعد من أن أنت تتكلم عن نفسك. الكتاب روحاني رومانسي اجتماعي، هذه الخلطة الصعبة اللي يعني حاولت أن أنا أكتبها. تتكلم عن الإنسان بحد ذاته كإنسان. كل الشخصيات الموجودة في هذا الكتاب تبين لك المنظور الإنساني منها الخالي من أي صبغة، لا صبغة دين، لا صبغة سياسية، لا صبغة مجتمعية، ولا صبغة يعني قوميه نقدر بعيد نقول. بعيد عن عنصريه. مو عنصريه بقدر ما نتسبق منه احنا في تربيتنا. يعني نقطتان تحت بعض كان تمرد على ما تعلمنا منه. ثلاثه ازهار في فمي هو ما بعد التمرد. جاء تقدس بعد ما خلاص صار الانسان صافي، عاد الى نفسه الاصيله. لما تنظر حق شخص تنظر له هو ككيان. فيعني ممكن أنا قاعد أقول كلام وايد فلسفي ولا موضوع ما أدري إن هذا حتى يمكن ما يروج حق الكتاب، ولكن ما أقصده وما أعني إن تقدس مثل الغلاف اللي موجود غريب. شو علاقة الغلاف في المحتوى؟ يعني أغلب الشخصيات اللي موجودة ممكن تكون يعني أطفال أغلبها، ولأني أرى في الطفل يعني هذه البراءة. والكلام على لسان طفل صعب جدا، صعب جدا. يجب ان يكون لا يعلم عن كل شيء، يسال اسئله بسيطه تعني الكثير. وكذلك الفلاسفه صحيح. اطفال صغار يعني. الكتاب في بالتاكيد تقدس صبغه دينيه نقدر نقول. العناوين غريبه ايضا، يعني هناك ملاك عصي، هناك عجلت لك في سقر، هناك امين. كثير من القصص التي لها صبغه دينيه، ولكن هي الصبغه الذي يعني التي أريدك أن ترى من خلالها ضوء الزيت هذا الإنسان الموجود خلفها، كي تتعامل معه كأخ لك يمر في هذا الحدث. نعم. هذا اللي أنا حاولت أني أوصله بطريقة غير مباشرة من خلال أيضا 20 قصة قصيرة في هذا الكتاب، ولكن يعني هو غريب ومثل ما يقولون أيضا ويرد يعني فعلا. ولكن أتمنى يعني أن يعجب القارئ ويرى هذا النضج الذي أنا يعني حاولت أني أظهره. بصراحة صار أنا من كلامه وحديثه حسيت أن إنسان جدا مثقف، وشدني أني أنا أروح أشوف روايته وأشتريهم. ترى أنا أشتري كتب ولكن يمكن ما بينها بالسوشيال ميديا وحق الناس أن أنا أقرأ وأكتب، لأن إحنا ما نحب نبين كل جانب حياتنا. ولكن صح. من كلامك قاعد أشوف أن أنت ألفت نقطتين تحت بعض، ثلاثة أزهار في فمي وتقدس. هل هما أجزاء؟ لأن أنت قاعد تكلم مرحلة ولا مرحلة، كأنك قاعد تسوي أجزاء
ولكن أسامي مختلفة. هي ممكن هما أجزاء ولكن ليس ارتباط. تعرف المسلسلات يقولون المتصل المنفصل، يعني صحيح. هما ليسوا يعني تكملة لبعض، ولكن هناك نوع من الاتصال الوجداني بينهم، يعني هم الثلاثة يعني هم يعني أخوان. أنا حسيت إيه هم أخوان. ولكن أيضا يعني أنت أنا أتابعك أيضا على السوشيال ميديا وأشوفك يعني تذوق في البداية قلت إن يعني كتاب ومتميزين وكذا، أنت أيضا يعني مذيع متميز منذ فترة يعني. تسلم. نعم أستاذي، إذا بنتكلم من جانب آخر، يمكن أثناء حديثنا في بداية الحلقة كنا قاعد نتكلم عن موضوع جدا مهم، بما أن حضرتك يعني كاتب ومتمرد عن بعض الأمور اللي تصير في المجتمع، تكلمنا عن موضوع التدخين وبالأخص لفئة الشباب. أول شيء حضرتك مدخن ولا لا؟ هذا سؤال. إيه لا. أنا بس ودك تقول لا بس. أنا بس إذا تبوني أجاوب لازم تنوهون إن اللي أقل من 21 سنة ما يسمعون إجابتي عشان ما أثر عليهم. نعم نعم. أوكي. وعندك إصدار يحمل عنوان نعم للتدخين. لا مو إصدار. مو إصدار. هو قصة. قصة. داخل تقدس. تمام. هذه قصة بس مختلفة. تعتبر إصدار يعني شيء أنت كتبته. إيه لا صحيح. إيه صحيح صحيح. على طول خاف شو شان ردت فعله. لأن ما بينسب. متمرد على المجتمع. لا أنا ما خاف إنه ينسب، لأن بعض الناس تنسب كلام الشخصيات وأفكار الشخصيات للكاتب، يعني إحنا نعاني من هالشيء. صح. لا طبعًا أكيد في فصل ما بين حياة الشخص وحياة الكاتب وما بين كتاباته. راح نتكلم على هذا الموضوع، موضوع نعم للتدخين وغيره، لكن خلينا نأخذ اتصال مع الدكتور عبد المحسن الهاشم استشاري أمراض القلب. مساء الخير دكتور. أهلاً وسهلاً. مساء النور. حياك الله أستاذي. أستاذ في البداية خلينا نتكلم عن مضار التدخين وبالأخص لفئات الشباب. طيب طبعاً أشكر تلفزيون الرأي والأخ العاملين على استضافتي. طبعاً بسم الله الرحمن الرحيم. طبعاً أنا في مجال عملي اليومي لا يكاد يخلو أن أشاهد مريض في عمر الزهور، شاب 40 سنة 35 سنة لا يحمل طبعا أمراض القلب والشرايين، في لها أسباب. تلقى هذا المريض ما عنده أي أسباب، تفصل معه بالتاريخ المرضي ما عنده أي أسباب، لكن لما تلقى تبحث في التدخين تجده فقط في مدخن للأسف. وهذه العادة صراحة جدا سيئة، ومن أكثر العادات السلوكية اللي تتأثر على صحة الإنسان. في أمريكا أو الولايات المتحدة الدراسات تقول هناك أن 20% من أسباب الوفاة لها علاقة مباشرة بالتدخين، وتقريبا تقلل من حياة الإنسان 10 سنوات، وإذا ما قللت من حياة الإنسان فهي تأثر على صحته وسعادته وجودة حياته. تخيل مريض صغير عمره 30 سنة 40 سنة رايح راجع على المستشفيات، أو إذا الله مد بعمره صار عمره 50 60 سنة رايح جاي على المستشفيات، داخل طالع مشاكل، كل هذه ولسه أدوية تعال أخذها، كل هذه تأثر على صحة الإنسان. طبعا إذا تحدثنا عن خطورة التدخين فهو يرفع معدل الإصابة في شرايين القلب فقط من 2 إلى 4 أضعاف، 2 إلى 4 أضعاف. طبعا لما نسوي القسطرة للمرضى صغار السن نشوف كل شراييننا ما شاء الله سليمة، لكن بس مكان واحد اللي هو مسكر. طبعا أنت تعال، طبعا الأخوة جزاهم الله خير اللي اشتغلوا في القسطرة يفتحون الشريان يحطوا له دعامة. هذه الدعامة مع العمر يبي لها التزام بالأدوية، تأخذ أدوية طول عمرك، ممكن تسكر مع العمر، في لها مضاعفات، فأنت في غنى عنها لو توقف هذه الآفة. طبعا لما أقول لك الإصابة في شرايين القلب، في ناس طبعا تسمع خبر بين فترة وفترة وفاة شاب صغير، تلقاه طبعا المشكلة الرئيسية عنده أنه يتوفى وما طبعا ما عنده أي عادات سلوكية خاطئة. السبب الرئيسي هو الوفاة بشرايين القلب. صحيح. يعني شرايين القلب قد المريض يموت فجأة. صحيح. السبب الثاني، كل مريض عندنا يمر بتجربة الجلطة ويوصل عندنا في المستشفى ويدخل في عملية العلاج، هذا تسأله التجربة اللي مرت فيها شلونها، يقول لي دكتور شيء لا يوصف. فصراحة اسأل مجرب ولا تسأل طبيب، سألوهم شنو التجربة هذه اللي مروا فيها، هم يشرحوا لكم إياها. طبعا إذا خلصنا من شرايين القلب، نحن نتكلم عن القلب والدورة الدموية. الدورة الدموية عندنا إحنا الشريان الرئيسي اللي يطلع من القلب هو الشريان الأبهري أو الأيورتي. هذا الشريان الله سبحانه وتعالى عطاه خاصية أنه يتمدد وينكمش. التدخين يسرع من عملية أنك تفقد هذه الخاصية، فبدال ما يكون ضغطك طبيعي يرتفع ضغطك مع الفترة، فبدال ما أنت تكبر بصحة وسلامة توصل عمرك 60-70 سنة ما عندك ضغط. صحيح. تبدي في عمر 40 يرتفع عندك الضغط، وضغط ارتفاع ضغط الدم مرض قاتل وصامت، ومعظم المرضى ما يحسون بشيء.
فتلقى هذا المريض يصير عنده الشريان هذا يتمزق، يصير له نزيف داخلي، يتضخم، تحدث وفاة مفاجئة. لما تتكلم على مشاكل اللي تحدث في الدورة الدموية صح. الغريب دكتور انه يعني المشاكل التدخين واضرار التدخين كثيرة وكبيرة على صحة الانسان سواء كان على المدى القصير او حتى على المدى البعيد، والبعض ممكن من الشباب وجيل الشباب يعي هذه المشاكل وهذه الاضرار لكن مع هذا مستمر في عملية التدخين. يعطيك العافية الدكتور عبد المحسن الهاشم استشاري امراض القلب. نرجع لي نعم للتدخين. عقب هاللي سمعته كله قعدت نفسي on the spot يعني على كل هذا نعم للتدخين. نعم للتدخين هي قصة تتكلم عن لاجئ طلع من ديرته بسبب من الأسباب العدة التي دعته أنه يكون لاجئ في دولة أخرى، فهو يفكر في أهله، يفكر في همه ومن يرعاهم وكل هذه الأمور. يأتيه أحد عضو من جمعية مكافحة التدخين يقول له لماذا تدخن، وهو يعني باله يعني أنت آخر واحد الحين المفروض تتكلم، فيدور بينه وبين الشخص هذا نقاش. فالقصة بناء على هذا النقاش الذي يدور بين الأثنين، بين واحد همومة بالنسبة له أكبر من التدخين وهذاك أكبر همه وغايته في الحياة أن يمنع الناس عن التدخين. فيعني يخبره يقول له لماذا تدخن؟ أول شيء قال له أطفئها، بعدين قال له لا أريد أن أطفئها. قال أطفئها يا صديقي، قال له لا أريد أن أطفئها ولست بصديقك أنا أصلا. فقال له لماذا تدخن؟ فيقول له أدخن كي تخرج، أكيد ما في أحد أقل من 21 يقول أدخن كي تخرج أنفاسي بلونها الصحيح. لماذا تخرج شفافة بلا لون؟ أريد أن أحدد موقفي من هذه الحياة مثل هذا العالم الذي يقتل فيه الأبرياء كل يوم ويسجن فيه من بلا جرم ويمجد فيه المجرم تمجيد الأبطال. أنا أريد إن أقبلت أن يشتم الناس تاريخي، أريد أن أحببت أن أذيق من أحب طعم الرماد، وليبقى هذا الضيق في صدري منبها بمن ضاقت بهم الدنيا ولم تسع. هذه المعجلة بي للقاء أحبابي من حال بيني وبينهم القدر. هو قاعد يقول له فبعدين ما راح نقول الرد عليه عشان ما نصير عشان ناخذ على بعد احنا بعد جبهه. ففي تكمله القصه في تقدس راح تكون موجوده طبعا بالروايه، اللي يبي يعني يعرف اكثر تفاصيل يقدر يشتري روايه تقدس ويعرف شنو كان الرد. ولكن كل الشكر لك فهد القعود على وجودك معنا، موفق يا رب، وطبعا موفق في مسيرتك الثقافيه وبالاصداراتك القادمه ان شاء الله. وهذه كانت حلقتنا لليوم، شكرا اسرار، شكرا فهد، ونشوفكم في حلقه جايه. مع السلامه.